مين في تاريخك يا وطن يا عربي اتعمل له كده؟ دول اجانب، دول خواجات. اللي بيهتفوا دول خواجات، يعني اللي بيهتفوا دول غالبا طبعا 99% منهم انجليز، 1% ربما محبي ليفربول من خارج انجلترا. دول بقى انجلترا، لا مؤاخذه يعني انجلترا، ها انجلترا. يعني لما نتكلم على انجلترا معلش، اذا هنتكلم على السيفلايزيشن، هنتكلم على التطوير، هنتكلم على التكنولوجيا، هنتكلم عن كذا، هنتكلم عن كل حاجه، لا احنا في حته، مش احنا مصر، لا الوطن العربي كله في حته، والناس في حته تانية خالص خالص، يعني مش عايزين ايه نزايد في المنطقه دي. يعني دول الاف بيهتفوا باسم محمد صلاح. شوف الجمال، شوف الجمال، هذه الالاف المؤلفه بتهتف باسم نجمنا محمد صلاح، خاصوه بالاسم مو صلاح، ذا ايجيبشن كينج، ذا ايجيبشن كينج، الفرعون الملك. وبعدين علم مصر، وادي علم مصر في الاحتفال فوق الحافله بيرفرف، ده يساوي ايه؟ ده يساوي ايه؟ ده اقسم بالله لا يقدر بثمن. محمد صلاح ده ربنا يكرمه يا رب، خلى رؤوسنا في السماء. اخر مره رحت انجلترا كنت بعمل لاحد خطوط الطيران الكبرى لقاء مع نجوم الارسنال، سافرت عشان اعمل لاحد شركات الطيران الشهيره جدا في العالم، اختاروني بفضل الله هنا من مصر ان انا اللي اعمل هذا اللقاء، وكان شرف كبير طبعا ليا ولاعلاميين مصر. فرحت وانا رقبتي مرفوعه في المطار، انا رحت لندن مطار هيثرو ده 5 6 مرات، كل مره عادي زي اي واحد يعني عربي داخل. المره دي بقيت بدي الراجل بتاع المطار بتاع الجوازات الباسبور بتاعي، وانا سعيد ان هو لما يفتحه هيعرف ان انا ايجيبشن، ان انا مصري، لان محمد صلاح رفع رقبتي وراسي هناك في انجلترا، ومش بس في انجلترا والله. فده شيء ثمنه ايه؟ لما رحت سويسرا عشان اعلق على الماتشين بتاع المنتخب امام البرتغال وكريستيانو رونالدو وامام اليونان في استعدادنا لكاس العالم، واقسمت بالله قبل كده واقف قدام كشك كبير على محطه المترو، دخلت اشتري شوكولاتاي، ببص ده انا في سويسرا بقى، ببص على الحتت اللي بيتعلق فيها الجرايد دي، لقيت 5 6 مجلات صوره محمد صلاح، صوره محمد صلاح على الغلاف في وش الناس، في وش الناس محمد صلاح. اللي مش عارف قيمه محمد صلاح يعرفها من اللي انا بقوله ده. انت في سويسرا محمد صلاح، انت في انجلترا الملايين بتهتف باسمه، انت في امريكا حاطين صوره ليه في مكان شهير جدا في امريكا، وقيس على هذا العالم كله، ده محمد صلاح بيتكلم عليه نجوم العالم كله كله، وهو واحد اختير، واحد ضمن اكتر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم كله كله، وراح حضر الاحتفال في امريكا زي ما حضراتكم عارفين. ده محمد صلاح، كان مجلة تايم واحدة من اشهر المجلات، وهكذا. ده محمد صلاح.